الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، قصة عجيبة، قصة غريبة. أسكرامي أسدناك هنا تاريك نوزاري جيلا تشيك الربط. يقول محمد ابن المنكدر: رجل من الصالحين، رجل من علماء تابعي التابعين، أبا عبد الله محمد ابن المنكدر. كتابعي يوجبها لا كنبرو ترلق سوو تشاندو ناتشو. ين قصة الساتشو ناتشو تقرمو ونيتاو أسدنكواتشو لن يستلالفو لن ميلالو. في يوم من الأيام قحط أهل المدينة، أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك زي يا رسول عليه الصلاة والسلام كتما نواري وجه زناب أطو بدرك تقدو. إنام رسول عليه الصلاة والسلام عند يستمر النقر على زناب ستفا استسقاء مبال صلاة على لذا تسباس بوتو فخرجوا يستسقون فما سقوا. الله سبحانه وتعالى زنابن اندي لقساتشو اندي اورد اللاتشو لمنا بنك يسوطو الله نملمنو نقرقن ما نزل المطر. نعم زنابن قن ألا قن يمنبر. كل أهل المدينة المدينة صوبات تقال يوتوان مدينة سوج النزا صالحج النزا عبادج. عجيبنا يزان كالليت استسقيت سجد بتريت لي. يقول محمد ابن المنكدر: كنت في تلك الليلة في المسجد، وكان المسجد مظلما. يزان كان دليت مسجد استنبر كنيارو يا رسول عليه الصلاة والسلام مسجد است إنهم مسجدون جلم مبلو نبرهلو إنهم مسجد است كمسجدو مصوصوش أندولي دقف بيه كوچو يالهون. كزيام فدخل رجل لا أعرفه عند يمالاو قوسو ودى مسجد قبا قالو ولم ينظر إلي وكان متوحشا ببرنا سي قبا تكنان بو نبر تشفافنو نبر أنين آلت ملكتين يمالو. كزام ودى مسجد ودى وسط قبانا أول سفلي قومو كتاون أسكمتو صلاة المسجد جمرة صلاة المسجد وجرسنا الجون ودلاي كفا درقو الله هني لمن الله هني ماتسن ارسوني يا ودس ارسوني يا مسجن تايزو. ثم قال كزيان من دهالة: أقسمت عليك يا رب لما سقيتهم. الله وي يا مدينة نسويك زناب اندت لقسات جوبان توغم لبها اللو سيل. الله سبحانه وتعالى لما تسننا بأ الله لا يملتا يا زو ألو ابن المنكدر. يقول: قلت في نفسي هذا الرجل مجنون. من هالكن يالو محمد أبا عبد الله ابن المنكدر من هالو سوي يواس قرمين يارو يسوي ابدنا ويس من دنو بي راسين اسكمت ايك درساب. كل اهل المدينة خرجوا الى الله يستسقونه وما سقاه. يا مدينة سووش باتك الا يوتو الله سبحانه وتعالى زنابا دي لقساتشو زنابا دي اورد اللاتشو لمنوت زنابا لستاتشو ما لقساتشو ما الله سبحانه وتعالى.
وأنت تقسم على ربك أن ينزل المطر. عنده أنت من هنا هنا ونقدستي الله سبحانه وتعالى زنابن اندي ورد براسو منهم متطيقو ما نهنانو سل كراسي لاي قار ام وقتنا نفسيين اتأيق انديهم بسو يو اقرم تياس كنيالو. يقول فعجبت من امري هنيتاو اسكر من يالو نقرقن يسو ييب الله سبحانه وتعالى يمال دعاون يادر رقسال قنا اجون انكوان زك سيادر قو مبرك يسمى جمر وديوم زناب مزنب جمر علو. الله أكبر. من أين تصالح سو بهنو؟ من أين تلك سو بهنو؟ من أين إيماني هلو سو بهنو؟ يا الله كزيام يسوي زناب دمس سما فأخذ يبكي يا لقس جمر وهو يقول من أنا حتى تستجيب لي من أنا حتى تستجيب لي ما ننجنا نوقيت أيوي دعاين تقبله زنابنا وررك ما نهنجنا يا لقس الله سبحانه وتعالى بأقر موتي تأيك تكتل عثوا بحولك وقوتك قيت أيوي بجلوتا ببلهاته بهيال النتبان تتبك اللهم إيالا الله سبحانه وتعالى نيا ودس رسول إيا مسجنا صلاة نمي سجنا يفجر صلاة درس كتلا ألو كزيام يفجر صلاة كتسجنا بوهلا كمسجير سيوات أتكتية وهير كنيالو ما أنو جيتنو يمينورو ما أكفر لكم يا رب تكتي يوهدكم جيت اندم من ورم خوكم بهالا تملسكم كزيان بهالا كضحى صلاة بهالا اين سويي لما ناقر ودا أدراش شوهدكم يا رب كباو سايو يا سويي جاما يمي عدس أما يميت أجن يمي سراسة ونبر فإذا هو إسكافي أي يسليه الأحذية جعما أداش نبر فقلت له يا فلان كزام قبه إننا أكله بيت الرهنية قناس يا إن رسولين يهو كنيال يا أبا عبد الله يا عبد الله أباتوي زاري من قطلو متاه من التبابره من لا جزه خف الاسراء اللي هندي يما جزه نقر اللي بلو يتأييك اين جمر الو كذابو هلا انيس جامال هدس ويم دمو لقدايا لمتاهنيم نقر قنتلان تنا لليت يهونون ايتشا اللوهين تازبيا اللوهين سلسولا ورا سلسولا وقهني متاهوتين بسو تقرمينو الكوتين الى اللو محمد ابن المنكدر يهين يسمو يا جامع الداش يا مسكين سو يا دها سو يا مؤمن سو بتقام تبساج فيتو تلواوت تبساج بين يارو تنادد بين اندو سلزي منا قبا لان انت نكوم يا قنان ينقر يلم سلزي مورات الف اللقم سوي ودستني على النبرم كزهم بها لا ألو محمد ابن المنكدر واتشي كبيت في هير كنيارو هير كنيارو بولد تنياو كان مسجد يجد أبكوت المدى أمارو بس وستنياو كان اندقنا المدى أمارو من هنو نوالكوين ما هو قال لبنيا هنم تناسيتشي ودبيت في هير كنيارو. فذهبت إلى البيت لأسأل عنه من هنا عند هنا لما رجعت ولا بيتير كوني
እዛም ስደርስ በር ላይ አንዲት አሮጊት ሴትዮ ቆማ ነበር። ምን አለችኝ? ያ አባ አብዱላህ ማዛ ፈዐልተ ማዕ? ያ አብዱላህ አባት ወይ ምንድነው ከሱ ጋር ያደረከው? በምን አስከፋኸው? በምን አስቀየምከው? ምን አውርተኸው ነው? ትላንት ወይም ከዚያን ቀን ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ካንተ ጋር ከተለየ በኋላ ጀመዐ አምቲዐተሁ ወኸረጀ ሚነል በይቲ ወለም የርጅዕ፣ እቃውን በአጠቃላይ ሰብስቦ ከቤት ወጣ። ከዛ በኋላ እኮ እስካሁን ድረስ አልተመለሰም አለችኝ ይላሉ ኢብኑል ሙንከዲር። ይህንን ቂሳ ሲናገሩ መጨረሻ ላይ ምን አሉ? በሐቱ አንሁ ፊል መዲነቲ ኩሊሃ ፈለም አረሁ ወለም አስመዕ ቢሂ። ከዛ በኋላ መዲና ውስጥ ያን ሰውዬ ሁሉም ቦታ አፈላለኩት፣ ከዛ በኋላ አይቼውም ስለ እርሱ ሰምቼም ፈጽሞ አላውቅም አሉ። ያ ሱብሓነላህ፣ አጅብ ነው ወላህ። ነዓም የቀደምት ሰዎች አባዎቻችን፣ እነዛ ሙእሚኖች፣ እነዛ ሷሊሖች ስራቸውን ይደብቁ ነበር። ከአላህ ጋር ያላቸውን ግንኙነት አላቃ ድብቅ ያደርጉ ነበር። ስራቸውን ለአላህ ብቻና ብቻ ጥርት አድርገው ያቀርቡ ነበር። ሙኽሊሶች ነበሩ። ነዓም፣ ከዚህ ቂሳ ሁለት ዋና ዋና ቁም ነገሮች እንወስዳለን። አንደኛው ኢኽላስ ነው። የምትሰራውን ስራ ለአላህ ብቻ አድርግ። መልካም ስራዎችን ድብቅ አድርጋቸው። ነገ የውመል ቂያማ ነጃ ያወጣዋል። ለይውልኝ፣ ለይስሙልኝ፣ ለሰዎች አድናቆት ስራን ከመስራት ተቆጠብ። ሁለተኛ፣ ወላሂ ምንም ድሃ ብትሆን መልካም ወይም ጥሩ የሆነ ገጽታ ባይኖረህ፣ ስልጣን ባይኖረህ፣ እንዲሁም ደግሞ ገንዘብ፣ ሀብት፣ ይህ ሁሉ ነገር ባይኖረህ፣ ጥርት ያለ ኢማን ካለህ አንተ አላህ ዘንዳ ቦታ እጅጉን ከፍ ያለ ነው። ከፍ ያለ ነው ወላሂ። ለምን? ሚዛኑ ተቅዋ ነውና። ሚዛኑ ተቅዋ ነው። ነዓም። ቃለ ረቡ ጀለ ወዓላ ኢነ አክረመኩም ዒንደ ላሂ አትቃኩም፣ ከእናንተ አላህ ዘንዳ በላጩ ማን ነው? አላህን የሚፈራው አላህን ፈሪው ነው። ስለዚህ አላህ ዘንዳ ቦታ የሚያዘው በገንዘብ አይደለም፣ በመልክም አይደለም፣ በጎሳም አይደለም፣ በስልጣንም አይደለም። ነገር ግን በተቅዋ ነው። አላህ ከሙተቆች ያድርገን። هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته